نجي على الأنظمة الأربعة اللي ذكرناها، نأخذ نظام نظام. الميكانيكال سيستم is consisting of، يتكون من ال body of microscope، يتكون من جسم المجهر. It's representing the main part of microscope، يمثل الجزء الرئيسي من المجهر. On which the other parts are settled، الذي يتم ربط الأجزاء الأخرى عليه. إذن هو يمثل الجزء الرئيسي من المجهر أو الميكروسكوب الذي يتم ربط الأجزاء الأخرى عليه. The body of microscope include، ويتضمن البودي ثلاث أجزاء مهمة، اللي هي البودي تيوب والآرم الذراع والبيز القاعدة. البودي تيوب contain mirror، يحوي على mirrors مرايا وبريزمز موشور that transmit the image from the objective lens to the ocular lens. إذا نرجع على الأجزاء، الجزء الأول الرئيسي اللي يكونه البودي أوف مايكروسكوب اللي هو أنبوب الجسم، يحوي على المرايا والموشورات. تسوي هذه المرايا والموشورات تنقل الصورة من العدسات الشيئية إلى عدسة العين. الآرم used for holding the microscope، يستخدم لحمل المجهر. البيز foot used for standing the microscope، يستخدم القاعدة لحمل المجهر أو لدعم المجهر، أيضا معناتها لحمل المجهر. اثنين الستيج، it is a part that supports the slides. الستيج شغلته يحمل السلايدات اللي عليها العينات حتى نفحصها، هذا الستيج شغله، ولهذا يسمى بالستيج مسرح. يعني شلون عرض مسرحي، احنا راح نشوف عينات ونشوف عرض مسرحي، إضاءة وتضبيط وتركيز إلى آخره، فيسمى بالستيج اللي هو المسرح وهو يحمل العينات. هنا كيف ممكن تكون أسئلة؟ طبعا هنا ممكن أسئلة أيضا متنوعة، ممكن اختيارات، ممكن فراغات، ممكن مثل ما وضعنا السؤالين الموجودين هنا. In microscope what is the function of the stage، في المجهر ما هي وظيفة المسرح الستيج مثل ما ذكرنا. إذن هو المسرح شنو وظيفته؟ It's a part of microscope which supports the slides، هذا وظيفته. اثنين، in microscope what is the function of the body tube، وهكذا. What is the function of the arm، على هالنمط هذه نفهم الأسئلة ونفهم الأجوبة حتى ممكن تترسخ وما ننساها أبد. الماجنيفيكيشن سيستم، نوع ثاني من الأنظمة اللي هو أنظمة التكبير. This consists of a system of lenses، هذا يتكون من أنظمة العدسات، لأنه الماجنيفيكيشن سيستم نظام التكبير هو كله عدسات. The lenses of the microscope are mounted in two groups، one at each end of the body tube. نظام التكبير يتكون من العدسات فقط، وعندنا نوعين من العدسات، two group of lenses. هذا الجروب الأول اللي هو الاي لينز أو الاي لينسز، وعندنا الأوبجكتيف لينسز. إذا عندنا two group of lenses، الاي لينسز والأوبجكتيف لينسز، واثنينهم يستخدمون للتكبير، وكل واحد له قيم تكبير، لكن هنا الاي لينس من نستخدمها بالمختبر نخلي قيمة واحدة فقط، ممكن نغيرها لكن دائما بالفحوصات تكون قيمة واحدة. الأوبجكتيف هنا عندنا
ثلاث قيم وأكثر من ثلاث قيم إذا احتجنا في بعض المختبرات. كل واحدة من العدسات لها قيمة تكبير تختلف عن الأخرى. The first group of lenses is at the bottom of the tube, just above the slide, under examination, the object, and it's called the objective lens. هذه هي الobjective lens, هاي العدسات الشيئية. Is at the bottom of the tube, هي في أسفل التيوب, هذا التيوب في أسفل التيوب, في أسفل التيوب وأعلى من السلايتات, هاي أعلى من السلايتات اللي تحوي على الأوبجكت, على الشيء, ولذلك سميت بالعدسات الشيئية. إذن just above the slide, هي تركب في أعلى فوق السلايتات, under examination, and it's called the objective lens. إذن ما ننسى هاي objective lens, قريبة من الأوبجكت, وهي eye lens, قريبة من الأي مع a human analytical. النوع الثاني, the second group of lenses is at the top of the tube and it's called the eyepiece lenses أو ocular lenses. هذه اللي ذكرناها النوع الثاني. إذا عندنا two group of combination lenses اللي هي the objective والآي lens. The magnification power, طاقة التكبير, is how much an image is enlarged under a microscope. إذن تعريف طاقة التكبير, كم نكبر الصورة تحت المجهر, and it depends on the types of the lenses, وتعتمد على نوع العدسات. The magnification power of each objective lens is usually displayed on the sleeve. وعادة بالobjective lens راح نشوف طاقة التكبير مكتوبة على السليف, يعني على الردن مع العدسة اللي موجود, راح نشوفها بعدين نشوفكم إياه. فراح نشوف واحدة من العدسات بالأوبجكتيف, هنا هاي الأوبجكتيف عندنا أربع قيم من الماجنيفيكيشن باور, هاي الأوبجكتيف بالمجهر عندنا أربع قيم عادة تستخدم. The 4x objective magnifies 4 times, نشوف مكتوب عليها 4x. شنو 4x؟ يعني أربع مرات تكبر الشيء, العدسة الشيئية الأولى, أربع تايم, أربع مرات تكبر. The 10x objective magnifies, تكبر عشر مرات, هذا العدسة الثانية. العدسة الثالثة تكبر 40 مرة, العدسة الأخيرة تكبر 100 مرة, وهي يسموها بالإميرشن أويل, يضيفون أويل حتى تكبر 100 مرة, راح نجيها إن شاء الله بالتفصيل. المهم هاي أنظمة التكبير بالأوبجكتيف لينس. لكن الآي لينس مثلا فيها 10x, 10 مرات خلاص, 10 مرات ثابتة, أو فيها 5 مرات خلاص, 5 مرات ثابتة أو غيرها من القيم, تعتمد على طبيعة التكبير وطبيعة الفحص وطبيعة المختبر. لكن التغيير وين يصير؟ بالأوبجكت دائما احنا حتى نحصل على أضبط صورة وأكثر صورة واضحة ومركزة. نشوف هنا هذه عينات تحت المجهر, شوف هنا هاي الـ A4 أربع مرات تكبر, هذا طاقة التكبير أربع مرات. فعندنا هذا الأوبجكتيف, هذا الشيء أو السبيس من هاي العينة تحت العدسة اللي تكبر أربع مرات. شوف هاي الحشرة كبرناها أربع مرات, لكن هنا شوفوا الأوبجكتيف التوتال ماجنيفيكيشن, التكبير الكلي شي يساوي حاصل ضرب قيمة الماجنيفيكيشن باور أوف أوبجكتيف لينس في ملتبلاي في الماجنيفيكيشن باور أوف آي لينس.
اللي هي قلناها مثلا 10 وهاي عندنا 4 4 في 10 40 هاي 40 مره تكبر الشيء وحصلنا على هاي الصوره. بينما هنا عندنا الاوبجكتيف 40 40 في 10 الايلينز صار عندنا 400. نفس الشيء هذا كبرته 400 فنشوف الصوره شلون ظهرت عندنا في السلايد هذا وهكذا. اذا الاوبجكتيف لينسز there are two types of objective lenses. عندنا نوعين من الاوبجكتيف لينسز. They are magnifying the specimen and sending the image to the ocular lens. اذا هي شنو شو تسوي العدسات الشيئيه؟ تكبر العينات وتبعثها تبعث الصوره الى العدسات العينيه. شغل الفانكشن اوف objective lens magnifying the specimen and sending the image تبعث الصوره to the ocular lens الى العدسات او الى eye lens او ocular lens الى العدسات العينيه. low power magnification of objective lens magnify the object 4 مرات و10 مرات. اذا طاقه التكبير الواطئه للعدسات الشيئيه هو تكبير 4 مرات و10 مرات. التكبير عالي الطاقه 40 مره و100 مره. اذا العدسات الشيئيه الاوبجكتيف لينس عندنا نوعين من الطاقات بها. اللو باور ماجنيفيكيشن اوف اوبجكتيف لينس ماجنيفاي ذا اوبجكت 4 مرات و10 مرات تكبر الشيء. النوع الثاني من العدسات الهاي باور ماجنيفيكيشن لينسز include the objective that magnify 40 time 40 مرة تكبر and that objective magnify 100 time or called oil immersion أو تدعى بالoil immersion less because it should be used the oil with oil. نشوف هاي العدسات الشيئية نشوف هنا التكبير هاي 4x 4 مرات تكبر. هاي العدسه الشيئيه تكبر 40 مره. هاي العدسه الشيئيه تكبر 10 مرات وهاي العدسه الشيئيه تكبر 100 مره. اذا ما تشوفون الرقم زين تشوفون على هذا الشريط الملون دائما العدسه الشيئيه اللي تكبر 4 مرات وانا احمر الشريط هذا من اللون نعرف التكبير. هذا لونه ازرق اللي كبر 40 مره. اللي كبر 10 مرات لونه يكون اصفر. اما الاميرشن اويل العدسه الشيئيه اللي تكبر 100 مره يكون الشريط هذا ابيض اللون. لهنا ننتهي المحاضرة اليوم إن شاء الله. نريد تراجعوها أهم شيء وتقروها بشكل مركز لأنه الفقرات اللي جاية فقرة متعلقة بالفقرة اللي قبلها. فأهم شيء الطالب ما أريد أكثر عليكم المحاضرة هسه أعطيناكم الشغلات الأساسية تقروها ان شاء الله حتى المحاضره الجايه نكمل وتكونون على بينه من الفقرات اللي راح تجيكم لاحقا. شكرا جزيلا.